هل ممكن أن يتجرب المسيح بالشر ويخطئ؟ ما هي نوعية تجارب يسوع المسيح؟ وماذا نتعلم من تجارب المسيح؟ أعبائي ابقوا معي، رح أتكلم عن تجارب المسيح من البرية من هذا المكان. من برية يهوذا من منطقة الصحراء، رح أتكلم في هذه الحلقة عن تجارب المسيح، وهذا موضوع كتير مهم لنا اليوم اللي منشاهد هذه الحلقة. منشوف كيف إنه يسوع كان مثال لنا في كل شيء، تجرب كإنسان حتى يعينك، حتى يسندك، حتى يساعدك. في هذه المنطقة صام المسيح 40 يوم، وبعد 40 يوم جاء المجرب اللي هو الشيطان. ابقوا معي سأتحدث عن هذا الموضوع.